والآن إلى كلمة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس. Elle est aujourd'hui par trop défaillante. يكون ذلك ممكنا في هذا التنوع يجب أن يكون هناك اندماج جمهوري وبالتالي هذا التمييز يفضي إلى فرنسا منقسمة يدير أفرادها ظهورهم لبعضهم البعض وعلينا أن نؤكد على القيم الجمهورية والجانب الكوني والعالمي لهذه الجمهورية أما العروض الأخرى السياسية في اليسار المتطرف هناك إجابة عن طريق تقسيم الجمهورية وعن طريق الطائفية إذا جاز تعبير استناد إلى الجاليات المختلفة وأما في اليمين المتطرف يستند إلى التمييز بين من هم فرنسيون وغير فرنسيون ونحن بالتالي علينا أن نعمل بصورة واضحة في هذا المجال العنصر الثاني لهذه الرؤية في الأسابيع الثلاثة القادمة فيما يتعلق بالطموح في مجال البيئة هذا ما قلنا كلنا لدينا الأفكار نفسها نقول بأن قوة واستقلالية فرنسا وبالتالي تمويل نموذجنا الاجتماعي يفترض قوة اقتصادية وعملا من قبل الجميع وفي هذا المجال نحن لدينا نتيجة ومحصلة نحن قمنا بإنشاء مليوني وظيفة في السنوات الماضية نحن نحافظ عن استقلالية فرنسا وسيادتها الزراعية الصناعية نحن نقوم بتحضير نصوص في هذا المجال فيما يتعلق بالصناعات الخضراء ونحن سنستأنف هذه الأعمال بعد أن يعطينا الفرنسيون ثقتهم نحن لدينا حصيلة قوية ومتينة ولكن نحن نريد أن نعزز إعادة الأنشطة الصناعية في فرنسا تأكيد على العمل استقلالية في مجال الطاقة والزراعة